أحييكم مشاهدينا الكرام من مطار القاهرة الدولية، حيث ننقل لحضراتكم مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، والذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر. هذه الزيارة والتي تأتي في إطار التباحث فيما بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجمل الأوضاع الثنائية فيما بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات السياسية والإقليمية والدولية أيضا، وهذا بالبناء على العلاقات الاستراتيجية العميقة فيما بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين وأيضا الأمتين العربية والإسلامية. المملكة العربية السعودية ومصر يد واحدة في المواقف المختلفة فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وفيما يخص التحديات التي تعبأ بها منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيارة وهذه القمة التي تأتي بشكل استراتيجي ورفيع المستوى من خلال وفد رفيع المستوى مع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة الخاصة التي تستهدف وضع استقرار أمن في منطقة الشرق الأوسط والتغلب على التحديات المختلفة، خاصة في ظل تصعيدات تشهدها المنطقة وفي ممارسات يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص على قطاع غزة وتصعيدات على الضفة الغربية ولبنان. أيضا تهدف الزيارة إلى ترفيع العلاقات على المستوى الاقتصادي ومباحثات ثنائية تأتي من خلال المجلس المصري السعودي المشترك ودعم رجال الأعمال وحركة الاستثمار والتجارة البينية فيما بين الدولتين الشقيقتين. تحرص القيادتان المصرية والسعودية على التنسيق والتشاور بشكل مستمر من خلال المباحثات التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زياراته للمملكة العربية السعودية وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأيضا زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر والتشاور بينه وبين السيد الرئيس في مختلف الموضوعات، وأيضا زيارة الرئيس وحديثه مع الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الإطار. هذه الأمور تنعكس بشكل إيجابي من خلال هذه المباحثات البناءة التي تهدف بالأساس إلى الاستقرار والسلام والتنمية في كافة ربوع الدول العربية، أيضا البناء على أواصر العلاقات القوية فيما بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار. تعميق هذه العلاقات تنعكس هذه الأمور وتظهر جلية فيما يعني يقوم به الزعماء من تبادل هذه الزيارات، وما يتضح بشكل إيجابي من خلال يعني الاتفاقيات التي توقع فيما بين الدولتين. حجم الاستثمارات السعودية في مصر كبير للغاية ومن كبار الدول المستثمرة، إذا لم تكن من أوائل الدول المستثمرة أو على رأس هذه القائمة للاستثمارات في مصر. هذا الأمر ربما يعكس بشكل كبير أهمية هذه العلاقات المتطورة والمتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. نعم، هي مواقف رصينة ودبلوماسية أكثر حنكة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، سواء فيما يخص القضايا الإقليمية والعربية أو حتى في الثوابت فيما يخص عدم التدخل في شؤون الدول العربية المختلفة، أمن الخليج والتعاون الأمني ما بين مصر ودول الخليج، أيضا أمن البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة ما بين الدولتين وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين. تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حتى الآن 30 مليار دولار، والمستهدف منها في السنوات القادمة أن تصل إلى 50 مليار دولار، وهناك حركة بالطبع من التجارة البينية سواء في الصادرات أو الواردات ما بين الدولتين والمنتجات الزراعية المختلفة المصرية التي تدخل إلى الأسواق السعودية. فمصر هي بوابة المملكة العربية السعودية إلى إفريقيا، وبالطبع المملكة العربية السعودية هي بوابة مصر إلى آسيا ودول الخليج العربي بشكل عام. أيضا مشروعات الربط الكهربي والذي من المقرر أن تكون في بداية أكتوبر المرحلة الأولى
فيها، وهذا المشروع الخاص بالربط الكهربي والفائض في الاستهلاك الكهربي ما بين الدولتين، ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر. يحرص البلدان على المزيد من تعميق أواصر هذه العلاقات فيما بينهما من خلال الإرادة السياسية لدى كل من المملكة العربية السعودية ومصر من أجل النهوض بالدولتين، أيضا التنمية والنمو من الأمور المهمة جدا التي تسعى إليها الدولتان في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. هناك أيضا من المنتظر أن يكون هناك لجنة تتعلق بتدعيم أواصر العلاقات خاصة فيما يتعلق بالأمور التنموية. من المرجح أن يتخذ عديد من القرارات بشأن الاستثمار في مصر، الاستثمارات السعودية كما ذكرنا في مصر استثمارات كبيرة ونامية ومتطورة. الحرص على السلام أيضا هي من الأمور التي تجمع القيادة السعودية والقيادة المصرية، وأيضا ما يموج به العالم من تحديات والمنطقة بشكل أكثر، خصوصا مع اتساع رقعة الصراع أو الحروب بشكل كبير، خاصة ما يدور في الأرض على قطاع غزة وأيضا ما يدور في الأراضي اللبنانية. كل هذه الأمور أو الملفات السياسية ستحظى باهتمام كبير لدى الزعيمين، خاصة فيما يتعلق بالتهدئة في قطاع غزة وأيضا ما يدور على في الأراضي اللبنانية بشكل أكثر اتساعا، الضربات التي تقوم بها إسرائيل بين الحين والآخر، وأيضا العدوان المستمر على القطاع وعلى الضفة الغربية. كل هذه الأمور هي مطروحة للنقاش على طاولة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نعم، هي قمة في غاية الأهمية وفي توقيت غاية في الحساسية، سواء لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات حذر منها مرارا وتكرارا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تنذر بحرب شاملة في الإقليم إذا لم يتم كبح جماح هذه الممارسات الإسرائيلية التي تتم على الأرض، سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان وعلى الجبهة اللبنانية، أو حتى فيما يخص التدخل في شؤون الدول العربية المختلفة. أيضا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والرؤية المصرية 2030 وكيفية التوافق ما بين الدولتين الشقيقتين فيما يخص هذه الرؤية، والتي أشاد بها سمو الأمير محمد بن سلمان وقال أن الخبرات المصرية والمهنيين من المصريين والعمالة المصرية أسهمت كثيرا في نهضة المملكة العربية السعودية وتساعد المملكة في الوصول إلى هذه الرؤية المختلفة، بالإضافة إلى مجلس الأعمال المصري السعودي ومذكرات التفاهم والاتفاقات التي فاقت 150 اتفاقية في مجالات عدة مشترك. تأتي هذه الزيارة أيضا تعزيزا لمسيرة العلاقات فيما بين البلدين، وهي علاقات متميزة بالطبع، واستمرارا لوتيرة التنسيق والتشاور الدوري المكثف فيما بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بالأساس بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتعرض لها في الوقت الراهن. هذه الزيارة أيضا تأتي كقوة دفع إضافية وتعزيز بشكل أكبر وأوسع لآفاق التعاون فيما بين البلدين والتنسيق والتشاور المستمرين فيما بين مصر والمملكة العربية السعودية. هذه الأمور يعني نتيجة للروابط المتميزة التي جمعت بين مصر والسعودية، وعلى المستوى الشعبي والرسمي هناك تنسيق أيضا مستمر ومكثف وتبادل لوجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على النحو الذي يحاول النيل أو يستهدف زعزعة الاستقرار في دولنا العربية والتصدي له بكل قوة في هذا الإطار. نعم، إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل سمو الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة الهامة التي يأتي بها سمو الأمير إلى بلده الثاني مصر. هذه الزيارة التي تدشن الكثير والكثير من العلاقات المستقبلية ما بين البلدين على المستوى الاستراتيجي في كافة المجالات، وتأتي امتدادا لعلاقات وجذور تاريخية ممتدة ما بين الدولتين الإقليميتين الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث استقرار العالم العربي والإسلامي. هذه الزيارة، نعم محمد، تأتي
في إطار علاقات وثيقة وفي ظل شراكة تمتد لسنوات طويلة وتحديات يجب التغلب عليها في منطقة الشرق الأوسط. إذن هذه الزيارة وعلى صعيد العلاقات الثنائية من المنتظر أن تتطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين البلدين، سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوفر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل فيما بين البلدين. أبرز الملفات المطروحة على الساحتين سواء كانت الإقليمية أو الدولية يعكس منذ فترات طويلة النقاش حولهما تفاهما كبيرا بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويعني أيضا رغبة في بذل المزيد من الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية. نعم، لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب، هذه العبارة الشهيرة التي قالها سمو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله في إشارة واضحة إلى الدور المصري والدور السعودي فيما يخص قضايا المنطقة وفيما يخص المواقف الثابتة، سواء فيما يخص القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفيما يخص أيضا الدعم المصري من المملكة العربية السعودية إلى وجهات النظر المصرية والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مصر أيضا موقفها ثابت تجاه أمن الخليج، فهو يعتبر امتداد للأمن القومي المصري. مصر تحدثت دوما عن رفض أي ممارسات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الدول الخليج، إذا فهذا الأمر ربما يعضد ويدعم من أواصر التعاون وأيضا المحبة والأخوة فيما بين مصر وأشقائها في دولة الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية. ترتبط مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية وطيدة، هذه العلاقات تتسم بالقوة وأيضا الاستمرارية، ونتاج هذه العلاقات ما نجنيه الآن من ثمار القرب وأيضا التقارب في وجهات النظر وأيضا التقارب في نواحي أخرى مختلفة نتيجة لهذه العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية وأيضا بين الشعبين المصري والسعودي. يعني هناك مكانة كبيرة للبلدين من الناحية العربية وأيضا من الناحية العالمية. أول معاهدة صداقة بين الدولتين وقعت في 7 مايو عام 1936، تضمن أول بند فيها اعتراف بالمملكة. أيضا أيدت السعودية موقف واختيار الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013، ورفضت أي تدخل دولي في الشأن المصري، وكانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي قام الرئيس السيسي بزيارتها عقب توليه السلطة في 10 أغسطس عام 2014. أما آخر زيارة للرئيس للمملكة فكانت في 11 من نوفمبر 2023، إذ تعد أيضا المملكة أكبر مستثمر عربي في مصر، لذا هناك توافق فيما بين الدولتين فيما يتعلق بالقضايا السياسية أيضا الاستثمارات والأمور التجارية وأيضا الأمور الاقتصادية. يعني تنعكس هذه العلاقات الطيبة فيما بين الدولتين على الناحية أيضا الاستثمارية والاقتصادية بشكل أوسع وأكبر. نعم، إذن المملكة العربية السعودية هي ثاني شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، هي صمام الأمان هي ومصر فيما يخص قضايا المنطقة والتحديات الشائكة التي تواجهها، شرايين حياة جديدة تدب في هذه العلاقة بهذه الزيارة الخاصة لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى بلده الثاني مصر، وتقارب ما بين شعبين شقيقين جمعتهما في السابق التاريخ والأواصر المختلفة من هذه العلاقة، وتمتد باستثمارات عديدة واتفاقات ومذكرات للتفاهم فيما هو قادم لمستقبل ينعم بواقع أفضل للأجيال القادمة، سواء فيما يخص منطقة الشرق الأوسط أو فيما يخص المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. إذن مصر والمملكة العربية السعودية هما قطبا العالم العربي أو النظام الإقليمي العربي إن صح تسميته بشكل أوضح، لهذه العلاقات القوية
الدبلوماسية والمتقاربة فيما بين الدولتين، ونظرا أيضا لعظم دورهما على المستوى الدولي والعربي والإقليمي، لهذا الأمر انعكاساته الإيجابية على التواصل ومحاولة التواصل إلى حلول لما يدور في المنطقة من مشكلات وتحديات تواجهها الأمة العربية في هذا الإطار. تتسم أيضا العلاقة بين الدولتين بالقوة والاستمرارية، ازدادت هذه العلاقات وطادة أو قربا فيما بين الدولتين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزادت من رسوخها. ترجمت هذه العلاقات من خلال الزيارات التي لا تنقطع فيما بين مصر والمملكة العربية السعودية. يعني هذه الأمور بالطبع أصبحت سمة من السمات التي تميز العلاقة بين البلدين بهدف مواجهة أي تحديات قد تتعرض لها مصر أو تتعرض لها السعودية، أو أيضا لأمن الأمة العربية واستقرارها بوجه عام. دعونا نتحدث أيضا عن مشاركة الجيشان المصري والسعودي في العديد من المناورات العسكرية، كان آخرها تبوك 5 ومرجان 17 في يناير 2022 بالمملكة العربية السعودية. نعم، تأتي هذه المناورات بالطبع ما بين دولتين شقيقتين وصديقتين في آن واحد لترسيخ الخبرات وتبادل الخبرات المختلفة في الكوادر فيما يخص التعاون العسكري والأمني، أو حتى فيما يخص الخبرات العلمية ومجالات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات بشكل خاص، أيضا مجالات الزراعة، توطين السيارات والصناعة والتبادل التجاري فيما بين الدولتين، والهدف هو زيادة التجارة البينية ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، أو ما بين المملكة العربية السعودية والدول القارة الإفريقية، وما بين مصر ودول القارة الأسيوية. هي علاقات تمتد وتمتد لأجيال قادمة، راسخة تضرب بجذورها في التاريخ، ويأمل كل من الشعب السعودي وأيضا الشعب المصري أن تستمر هذه العلاقات بشراكة قوية تضمن صمام أمان في مواقف موحدة فيما يخص استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. نعم، الحفاظ على المنطقة وعلى أمنها القومي من أهم وأبرز الملفات التي تحرص القيادتان على القيام بها وترسيخها بشكل كبير. فالاستقرار والأمن والأمان والتنمية هو من أهم الشعارات التي ترفعها الدولتين، وليس فقط مجرد شعارات، ولكن يقومون أو تقوم الدولتين بتنفيذها، تقوم الدولتان بتنفيذها على أرض الواقع من خلال الاتفاقات المشتركة، من خلال الاستثمار داخل الأراضي المصرية وفقا لما هو متاح أو تبع للخريطة الاستثمارية في مصر. إذن هذا التعاون المشترك له انعكاساته الإيجابية بشكل كبير من خلال الإعداد لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، خاصة في ظل ما يمثله هذا المجلس التنسيقي من مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها لآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وأيضا التجارية والتنموية والاستثمارية بما يخدم صالح الشعبين. بالطبع، وامتدادها أيضا عدد من المحفزات الضريبية التي تمنحها مصر لرجال الأعمال من المملكة العربية السعودية بهدف زيادة الاستثمار وتذليل العقبات الاقتصادية المختلفة. الزيارة تستمر، ويصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكريم إلى القصر الرئاسي للمزيد من المباحثات والشراكة التي ترقى إلى المستوى الاستراتيجي ما بين الشعبين والدولتين. من المنتظر أن يصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الاتحادية أو مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. سوف تجرى هناك مراسم الاستقبال الرسمية، إضافة إلى جلسة المباحثات التي تجمعهما، سواء كانت مباحثات ثنائية أو الجلسة الموسعة التي تضم وفدي البلدين. زيارة هامة على كافة الأصعدة فيما يخص الصعيد السياسي والدبلوماسي والمواقف المشتركة والرؤى الموحدة فيما يخص قضايا المنطقة والثوابت التي تنطلق منها السياسة الخارجية المصرية، وبالطبع السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فنحن نتحدث عن شراكة أيضا تمتد ليس فقط في المواقف السياسية الموحدة فيما يخص أمن واستقرار المنطقة
أو في دعم ركائزها المختلفة، لكن أيضا تمتد إلى الشراكات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي ما بين الدولتين والشعبين، والتكامل والتعاون العسكري والأمني فيما يخص مصلحة كل من المملكة العربية السعودية ومصر. إذن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ضيفا كريما على مصر في هذه الزيارة وبلده الثاني. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا مع حضراتكم منذ قليل مراسم الاستقبال لولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث اصطحبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، جلسة أخوية فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية، يتطرق فيها الزعيمان ربما إلى أبرز ما يدور على الساحة العربية وأيضا الساحة الإقليمية والدولية، ربما الأمور ما يدور بشكل كبير في على المستوى الدولي له انعكاسات أيضا وأثر على ما يدور في الدول النامية، خاصة ما تتعرض له هذه الدول من مشكلات يتعلق بأمور استراتيجية كالقمح كمحصول استراتيجي، صعوبات في وصول هذه السلعة الاستراتيجية نتيجة للحرب فيما بين روسيا وأوكرانيا. هناك عديد من الدول تؤيد وهناك أخرى لا تؤيد، ولكن تتخذ الدولتان وبرؤية مشتركة مواقف ربما هي مواقف تدعو إلى وقف الحروب والنزاعات في أي مكان من الأماكن، ليس فقط في الدول العربية ولكن على مستوى العالم. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشكل واضح فيما يتعلق بهذا الأمر خلال أحد المؤتمرات عن أن فكرة الحرب في حد ذاتها وهي فكرة مكروهة ومنبوذة، إلا أنها تؤثر بشكل كبير ليس فقط على ضحايا الحروب أو على الدول التي يقوم فيها هذا الاحتراب، ولكن تؤثر بشكل أيضا غير مباشر على سلاسل الإمداد لمختلف دول العالم. إذن هذه فكرة الحرب بشكل أو بآخر هي فكرة منبوذة لدى الجانبين المصري والسعودي، يحاول دائما مصر والسعودية بلبلورة رؤية وفكرة مشتركة لوقف ما يدور من إراقة للدماء ومجازر يومية في المملكة العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا فيما يدور في السودان، أيضا ما يحدث في من تحركات عسكرية بشكل أو بآخر في الأراضي السورية، هناك تحركات من الجانب الإسرائيلي ربما هي مؤثرة على المنطقة بشكل أو بآخر، وتسعى مصر والسعودية إلى وقف هذه الحروب. نعم، نحن الآن في خضم شهر الانتصارات، شهر أكتوبر، انتصارات العرب على الاحتلال الإسرائيلي فيما سبق عام 1973 للأراضي المصرية، لكن أيضا هذا يقودنا إلى الحديث عن دور الدول العربية الذي لا يمكن إخفاله وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وكيف استخدم سلاح النفط كسلاح فاعل في هذه الحرب لتحقيق الانتصار على الأرض ومؤازرة الشعب المصري. نحن الآن نتحدث باختلاف التحديات، نتحدث باختلاف الحروب وأنواعها فيما يخص حروب الجيل الرابع، الحروب التكنولوجية والإلكترونية، وكيف يتصدى العالم العربي مرة أخرى للصلف الإسرائيلي على الأرض. عام كامل دخلت الحرب على غزة، توسيع الجبهة على الصعيد اللبناني، أيضا الشأن العربي فيما يخص اليمن والسودان وليبيا، كل هذه الأمور سيتم التباحث فيما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع في هذه الزيارة ولضيفه الكريم العزيز سمو الأمير محمد بن سلمان في زيارة هامة ترقى إلى المستوى الاستراتيجي بين وفدي البلدين. إذن هبة، على ذكرك للدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في حرب 6 أكتوبر كان لها عميق الأثر والأهمية فيما يتعلق باستخدام سلاح البترول، والتركيز على أن المملكة العربية السعودية كما قال الملك آنذاك سنعود إلى التمر مرة أخرى، ولكن لن تضار أي دولة عربية وعلى رأسها مصر. يعني ربما كان هذا الحديث يدل على مدى المحبة والقوة وأواصر العلاقات فيما بين المملكة العربية السعودية والدور المهم للغاية. We'll be right back.
العلاقات المصرية السعودية بنجد أنها علاقات تتميز بقوتها عبر كل هذه السنوات. وبالتأكيد إذا ما تحدثنا عن الجانب الاقتصادي فهو بالفعل استطاع أن يكون له دور رائد في زيادة هذه العلاقات المصرية السعودية بشكل كبير وزيادة نموها. المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها محافظات مصر، محافظات الجمهورية في كل مكان، جعلت من مصر بيئة استثمارية خصبة. We'll be right back.
الوطن العربية السعودية. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الدولية، كما استقبل الرئيس السيسي ولي العهد في قصر الاتحادية حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية. هذا وتتمتع العلاقات المصرية السعودية بالقوة والمتانة، حيث يربط البلدين تعاون استراتيجي وتنسيق مستمر. كما تأتي قوة العلاقات بين مصر والسعودية بفضل دعم وتوجيه من القيادة السياسية للبلدين الشقيقين. We'll be right back.
علاقات قوية وراسخة تلك التي تربط مصر والسعودية انطلاقا من أنها مبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وتنعكس قوة العلاقات بين القاهرة والرياض بتبادل الزيارات بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلا عن الزيارات ذات الطابع العسكري والأمني والاقتصادي، وهي زيارات تهدف في المقام الأول لتبادل الآراء وتنسيق المواقف المشتركة، وهو ما ساهم في الوصول بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة. تستثمر مصر والسعودية لغة دبلوماسية رصينة في التعامل في الكثير من القضايا والمواقف باعتبارها أسلوبا مهما وناجحا في معالجة الكثير من قضايا المنطقة، سواء في اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة، حيث تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميين فاعلتين يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية، حيث مثل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيدا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ والسيطرة على مقدرات المنطقة. فقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية تحققت بفضل دعم وتوجيه القيادة السياسية للبلدين الشقيقين لتصل العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، فضلا عن توقيع اتفاقات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين المؤسسات الحكومية في البلدين. هي إذن علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية مميزة تربط البلدين الشقيقين منذ سنوات طويلة ولم تقف عند هذا الحد، ولكنها ما زالت تتطور وتزدهر. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بعد التحية، يعني علاقات استراتيجية أزلية وتاريخية تجمع بين مصر والسعودية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة في توقيتها وأيضا دلالاتها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في البداية بس لو حضرتك تسمحي لي، عاوز أشيد بالاستقبال التاريخي الكبير والمهيب من الدولة المصرية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسمو ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. يعني عايز أسجل إشادتي أيضا بالتغطية الإعلامية الاحترافية للتلفزيون المصري وشبكة قنوات الشركة المتحدة. عايز أقول لحضرتك، مصر والسعودية كانتا وستظلان يدا واحدة. هناك تعاون في مختلف المجالات، ويمكن خاصة التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي لتبادل المعلومات، وكمان في تعاون عسكري وثقافي وأيضا تعاون إعلامي بين البلدين. عايز أقول لحضرتك أن السلام والأمن والتنمية وفقا لأجندة 2030 للبلدين هم ركائز التعاون المشترك. ويمكن خلال السنوات الماضية بيشهد العالم وليس فقط الإقليم تحولات كبرى، أما إقليميا تبقى كل من مصر والمملكة العربية السعودية دولتين محورتيتين طبعا بيربطهما مع محيطهما العربي والإفريقي علاقات وتنسيق ومواقف مشتركة، خاصة أن هذه الدول لدى كل منها طموح في التنمية وعملية تكامل وليست منافسة. عايز أقول لحضرتك أنه لقرابة نحو 100 عام تمتد عمر العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية. طبعا بدأت منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936. يمكن العلاقات شهدت تاريخا طويلا من الدعم واتفاقا في الرؤى في مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية وتحقيق مصالح شعوب المنطقة بصفة عامة. يمكن لو تسمحي لي أيضا عايز أستغل أن احنا بنحتفل هذه الأيام بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهنا نتذكر الدور العظيم الذي قامت به السعودية خلال حرب أكتوبر. طبعا كل ده جعل العلاقات بين البلدين تصل إلى أبهى سهرها. مش هننسى أنه يوم 17 أكتوبر عام 1973 بعد الانتصار العسكري الذي حققته قواتنا المصرية على الجبهة في سيناء والقوات العربية أيضا بالأراضي المحتلة الأخرى، قرار العاهل السعودي الملك فيصل رحمه الله باستخدام سلاح بديل عن البارود وهو وقف بيع البترول للغرب. طبعا ده كان قرار تاريخي لن ننساه،
كان ده بهدف إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، يساهم في استكمال انتصارنا العظيم. مش هننسى أيضا القادة وعلى رأسهم الأمير سلطان بن عبد العزيز بتفقد خطوط المعركة في أحد الفنادق على الجبهة المصرية، والدعم المعنوي والمادي للقوات المصرية. عايز أقول لحضرتك بإيجاز أن العلاقات والسعودية استراتيجية ومستقرة، وخلال السنوات الماضية ومنذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة بقيت دول زي مصر والسعودية بعيدا عن خطر الصراعات أو النيران التي أصابت دولا أخرى في الإقليم. طبعا أطاحت باستقرار هذه الدول ودخلتها أو أدخلتها في دوامات الصراع. وطبعا من المواقف العظيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعمه لأمن المملكة العربية السعودية ورفضه لأي اعتداءات على أراضيها. مش هننسى عبارة قيادتنا السياسية عندما قال إن أمن السعودية الشقيقة وأمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر. نعم أستاذ محمد، يمكن تأتي هذه الزيارة في مرحلة سياسية بالغة التعقيد، مرحلة حساسة وشائكة بسبب يعني تصاعد يعني الخطاب وتصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، فضلا عن الأحداث المشتعلة في غزة وفلسطين ولبنان. كيف ترى أهمية هذه الزيارة في الحديث عن ما يحدث في المنطقة العربية، خصوصا مثلما ذكرت أن هناك توافق في الرؤى بين مصر والسعودية؟ عايز أقول لحضرتك أنه تأتي أهمية زيارة ضيفنا العزيز والكريم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني مصر في كون العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وتاريخية. عايز أقول لحضرتك مش هننسى الجملة اللي قالها ملك السعودية المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله منذ زمن طويل، بأنه لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب. من هنا تتميز العلاقات ويتضح الدور الكبير للبلدين للحفاظ على الأمن القومي العربي والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار العالمي بصفة عامة. عايز أقول لحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي أن المنطقة بتمر بحالة أو فترة شديدة الخطورة. يعني مصر تعد العمق الاستراتيجي للمملكة، والسعودية تعد عمق استراتيجي عربي وأسيوي لمصر أيضا. فالعلاقات بين البلدين ثابتة وراسخة، وهناك تعاون وتنسيق وتشاور في مختلف القضايا المختلفة. عايز أقول لحضرتك القوة المصرية السعودية هما صمام الأمان لحفظ الأمن القومي العربي والحفاظ على أمن البحر الأحمر. فالجيشين المصري والسعودي الأقوى عربيا. ولو تطرقنا لسؤال حضرتك بخصوص دور البلدين اتجاه القضية الفلسطينية، عايز أقول لحضرتك أن هناك توحيد للمواقف والرؤى بشأن القضية الفلسطينية، فكانت ولا تزال القضية الفلسطينية على أولوية أجندة الدولة المصرية والمملكة السعودية الشقيقة أيضا. فالقاهرة والرياض تدعوان باستمرار إلى وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان أيضا لأنها دخلت على جبهة الصراع أيضا، كما تدعوان دائما المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتوصل لحل عادل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو لعام 67. طبعا خاصة أن الأشهر الماضية أثبتت أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة باستمرار العدوان على قطاع غزة. كلنا عارفين ومتابعين الأحداث، وبتبذل قيادة البلدين كل ما بوسعها من جهود كبيرة رغم إزاء دعم فلسطين. عايز أقول لحضرتك جرى تنظيم العديد من الفعاليات والقمم بين البلدين، أبرزها يمكن قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض لدعم القضية الفلسطينية، والتي تعد أيضا استكمالا لجهود مصر الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث جاءت القمة الاستثنائية بالرياض بعد قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتبر وتعتبر الدولة المصرية أن القضية الفلسطينية قضية القضايا. ونبذل الدولة المصرية والسعودية الشقيقة كل الجهود لتوحيد الموقف العربي والإسلامي. مصر والسعودية من الدول المحورية في المنطقة، وهناك دائما علاقات فيما بينهم وتنسيق متواصل يعني بشأن مختلف القضايا، القضايا الفلسطينية، القضايا الإقليمية الكبرى، مختلف القضايا في مختلف المسارات. كل الجهود تبذل للوصول إلى التهدئة. وطبعا كانت ولا ستزال وستظل مصر والسعودية هما في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف
فوري ودائم لإطلاق النار وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. عايز أقول لحضرتك جهود البلدين مستمرة من 7 أكتوبر الماضي، دورهم التاريخي كلنا والعالم أجمع أن يتابع الجهود الكبيرة من البلدين الشقيقين زي قضية العرب الأولى. طبعا بيقوموا باستمرار بتذكير العالم بأن دماء الفلسطينيين لا تزال تنزف مع دخول الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عامها الأول، يعني دخلنا في انتهى العام الأول دخلنا في العام الثاني، فعلى مدار أكثر من عام حاليا لم تدخر البلدين جهود أو أي طريق إلا وسلكاه لحقن الدماء والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعدم تصفية القضية الفلسطينية. عايز أقول لحضرتك لو ذكرنا، وهذه فرصة عظيمة، لمحة سريعة لأهم جهود كل دولة تجاه القضية الفلسطينية، نبدأ بدولتنا العظيمة مصر، وقفت سدا منيعا وحائط صد ضد قوى وضد مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية. عايز أقول لحضرتك خاضت مصر جهود وساطة ومفاوضات لوقف إطلاق النار يرعاها فخامة الرئيس وجهاز المخابرات المصرية مع دول أخرى للوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق النار. مصر قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية لأهالي غزة، فالقاهرة لوحدها قدمت أكثر من 80% من المساعدات الإغاثية التي دخلت إلى القطاع. مصر فتحت مستشفياتها للمصابين والمرضى من أهلنا في القطاع. أيضا المملكة العربية السعودية تقدم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وتعلن ذلك في كل المحافل العالمية والدولية، ونظمت فعاليات وقمم إسلامية لدعم القضية الفلسطينية. قدمت المملكة السعودية أكثر من 5 مليار دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة في قطاع غزة. عايز أقول لحضرتك المملكة من خلال أو عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت أكثر من 185 مليون دولار مساعدات إغاثية وإنسانية. يبقى احنا بنتكلم عن ان مصر والسعودية لديهما باع كبير في القضية الفلسطينية، ومصر تبذل جهود والسعودية تبذل ايضا جهود وتعاون مستمر ومشترك بين البلدين، فهناك تنسيق سياسي ودبلوماسي في هذا الامر. نعم، ليس فقط الجانب السياسي يحتل أولوية، ولكن أيضا الجانب الاقتصادي، يعني البحث عن فرص استثمارية جديدة، وأيضا تشكيل مجلس تنسيقي أعلى بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. كيف تقرأ يعني الرؤية الجديدة المصرية لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن ضمنها بالطبع وفي مقدمتها الاستثمارات السعودية لتطوير بعض المناطق مثل على سبيل المثال رأس بناس وخلافها من المشاريع العملاقة في مصر؟ طبعا رشيد بسجل شكري وإشادة بسؤال حضرتك المهم والمحوري اللي يمكن هتركز عليه زيارتي النهاردة، وهيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن. وعايز أقول أن الرؤية بين البلدين هنا رؤية حكيمة وهامة، الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن البلدان يجمعهما مستوى متميز من التنسيق والشراكات، خاصة في المجال أو القطاع الاقتصادي. الهدف من المجلس، عايز أقول لحضرتك، اللي هو المجلس التنسيقي، هو يعني زيادة الشراكات والتعاون في المجال الاقتصادي. الهدف أيضا تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع أفاق التعاون بينهما في كافة المجالات. طبعا بطبيعة الحال هناك تعاون اقتصادي بين البلدين وعمليات تجارية وتنموية واستثمارية كما حضرتك ذكرتي، سواء تطلع لمنطقة رأس بناس أو غيرها من المناطق والمشروعات الاستثمارية. عايز أقول لحضرتك يعد انطلاق مجلس التنسيق الأعلى شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وطبعا ده بيبرهن على أن المملكة لديها ثقة في اقتصادنا العظيم، وده يؤكد طموح البلدين بتنمية وزيادة التبادل التجاري بينهما، وهناك رغبة بين البلدين صادقة في تعميق العلاقات والشراكات فيما بينهما. لو اتكلمنا عن حجم التبادل التجاري، يعني استكمالا لسؤال حضرتك، احنا بنتكلم عن ان بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين اكثر من 30 مليار دولار خلال العامين 2022 و2023، في سنتين بس اكثر من 30 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والسعوديه. عايز اقول لحضرتك السوق المصريه تعد
وجهة جاذبة للمملكة، وكل القطاعات متمثلة بالنشاط الاقتصادي، وقطاعات أخرى منها قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات، مختلف المجالات. عايز أقول لحضرتك إن التعاون مع مصر بيعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والمصري أيضا. طبعا هما الاقتصادين السعودي والمصري يعدان نواة الاقتصاد العربي. طبعا عايز أقول لحضرتك إن التعاون بينهما سيسهم في التكامل والاستفادة من المزايا التنافسية لكل من الدولتين، وهيعزز أيضا النمو الاقتصادي بالمنطقة بصفة عامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استثمارات كبيرة لضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وكل ده بهدف الحفاظ على البيئة الاستثمارية بين البلدين وتقوية اقتصاد البلدين. عايز أقول لحضرتك هناك مكانة متميزة تحتلها المملكة العربية السعودية شريك استثماري وتجاري أيضا لمصر. هناك حرص من الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكل المستثمرين في مختلف دول العالم، وبشكل خاص للمستثمرين السعوديين، وطبعا خاصة يعني مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. مش هننسى طبعا حزم الحوافز الاستثمارية التي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية اللي بيسهل على كل المستثمرين ويديهم رخصة ذهبية سريعة ويسهل تقديم كافة الخدمات، إضافة إلى العديد من المزايا الاستثمارية داخل مصر التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر. هنا يمكن عايز أوضح حاجة مهمة جدا، إن مصر تمثل دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فمصر تشهد نهضة تنموية شاملة في ظل الدعم والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وطبعا بخصوص حديثك عن النهضة التنموية، يعني واضح جدا الحقيقة في تطور العلاقات المصرية السعودية في جانب الاستثمار، وأيضا البحث عن مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف. للمزيد أيضا مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا سعادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، يعني بعد التحية، كيف تقرأ هذه الزيارة وأيضا العلاقات المصرية السعودية باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات العربية بشكل عام؟ سعادة السفير رخاء أحمد حسن، يبدو نعم. هل تسمعني سعادة السفير؟ سامع دلوقتي. ايوه تفضل. يعني طيب ايه السؤال؟ يعني كنا نتحدث عن هذه الزيارة ومدلول هذه الزيارة من حيث ان العلاقات المصرية السعودية هي حجر الزاوية في العلاقات العربية. تمام. يعني هو الزيارة بتأتي في التوقيت كمان، يعني الى جانب اللي تكرم به المتحدثون السابقون ان هي العلاقات الثنائية وأهمية العلاقات المصرية السعودية بالنسبة للعمل العربي المشترك ولعدة أمور عديدة. على المستوى الثنائي، السعودية طبعا تعتبر دلوقتي أكبر مستثمر عربي في جمهورية مصر العربية. لا، حوالي 26 أو ربما أكثر بالاستثمارات التي يجري الاتفاق عليها. أيضا التبادل التجاري، هناك استثمارات مصرية في السعودية على فكرة بحوالي 4 مليار دولار أمريكي لشركات مصرية بتستثمر في المملكة العربية السعودية. هذا إلى جانب الجالية المصرية السعودية التي لها دور، الجالية المصرية في السعودية التي لها دور
مهم للغاية في عملية التنمية والبناء وكل المجالات في السعودية. التعاون بين البلدين بيشمل عدة ملفات. أولا الملف طبعا القضية الفلسطينية وما تشهده الآن من غطرسة إسرائيلية بلغت مداها، يعني تخطت كل الحدود، يعني إذا كان التدمير قطاع غزة الآن تريد أن تدمر لبنان، فبالتالي هنا يعني كان ضروريا أن يتم التشاور بين الزعيمين مصر والسعودية لبحث كيفية مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية التي لا تقف عند حدود، وأيضا كيفية مساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، وتكون فرصة أيضا للم الشمل في لبنان أن يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة وإلى آخره، بحيث أن يبقى فيه قوة تواجه هذا التعجرف والعدوان الإسرائيلي الغاشم. هناك أيضا ملف البحر الأحمر. ملف البحر الأحمر الآن يعاني معاناة شديدة في الملاحة، نعم. سواء بالنسبة للموانئ السعودية أو كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر طبعا، وقناة السويس انخفض فيها حسب رئيس هيئة العامة لقناة السويس بنسبة 60% في الأشهر الأخيرة يعني. فده نتيجة الأعمال اللي يقوم بها الحوثيين، وده متوقف على وقف القتال في قطاع غزة. فكيف يمكن الآن في ظل انشغال الإدارة الأمريكية وهي الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على إسرائيل، وكيف يمكن أن يبقى الحد من هذه المضاعفات الاقتصادية؟ أيضا التوتر اللي موجود في منطقة القرن الأفريقي وانعكاسه على باب المندب والدخول إلى البحر الأحمر، الأزمة السودانية. الأزمة السودانية السعودية كان لها دور مساعد في بداية الأزمة، ونتذكر منصة السعودية والقرارات اللي صدرت عنها وضرورة تنفيذها، ولكن الدعم الشرعي لم يلتزم بها، وبالتالي استمر الصراع، والآن بيتطور تطور مختلف عما كان عليه من قبل، فده أيضا يحتاج إلى التشاور مع السعودية، سواء المبادرة السعودية السابقة أو المحاولات المصرية لاستضافة الإخوة السعوديين ودعوتهم إلى القاهرة والوساطة اللي تمت بينهم في الخرطوم وإلى آخره. فده كله بيحتاج إلى تأمين هذه المنطقة سواء في الصومال أو في ودول أعضاء في جامعة الدول العربية، الصومال وجيبوتي والسودان، ونزع يعني عوامل الصراع وعوامل التوتر. أيضا بالنسبة للأزمات العربية الأخرى سواء الأزمة الليبية أو الأزمة السورية أو غيرها من التوترات العربية، هناك أيضا عامل خطير جدا وهو تهديد إسرائيل لضرب إيران. ووزير خارجية إيران عباس عراقجي عندما قام بجولة في الدول الخليجية وجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بعمل فعال ضد إيران إلا بمساعدة أمريكية، فوجه رسالة أن لو تم الاعتداء على إيران، ده وزير خارجية إيران، لو تم الاعتداء على إيران من أي منطقة من في داخل الدول العربية سيرد عليها في نفس المنطقة، بمعنى أن هو سيشعل كل منطقة الخليج. فده طبعا محتاج إلى تشاور مع مصر ومع قوتين رئيسيتين في المنطقة كيفية مواجهة هذا وكيفية رد نتنياهو مع علاقته بإيران، وإيران بعيدة عنه، يعني هو حرب بالوكالة صحيح مع حزب الله، ولكن إلى الآن لم يستطع أن يحقق ما وعد به الإسرائيليين من أنه هو هيعيد النازحون الإسرائيليون إلى الشمال وسيقضي على حزب الله. يعني مسألة يعني دخلة في متاهات كلها بتثير الاضطراب في المنطقة وبتوسع نطاق الحرب، وهذا ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا، أن استمرار النزاع سيؤدي إلى توسع نطاقه ودخول أطراف أخرى. فهذا يعني هذه الموضوعات كلها يتم التشاور فيها بين الزعيمين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، تحدثنا قبل ذلك بأن المواقف بين مصر والسعودية هي مواقف موحدة ومتطابقة تجاه العديد من القضايا. في ظل هذه التحديات
إلى أي مدى ستسهل يعني هذه الرؤية المتطابقة في اتخاذ موقف موحد تجاه التحديات العربية الإسرائيلية وأيضا التحديات البينية في المنطقة؟ يعني طبعا من المهم للغاية التوافق أو الوفاق بين مصر والسعودية، يعني قوتين رئيسيتين لهم تأثير في المنطقة، ولكن هذا أيضا يتطلب القوى الخارجية التي تقف إلى جانب إسرائيل. يعني هو إسرائيل في حد ذاتها ليست قوة لا يمكن يعني ردعها، ولكن القوى الخارجية بالذات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، وده كله انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني. فهنا محتاجة فعلا إلى تضافر الجهود المصرية والعربية بقية الدول العربية، وأيضا حشد الدول الإسلامية. عندنا منظمة التعاون الإسلامي من الممكن يعني تفخ الزعيمان على دعوة لها لاتخاذ إجراءات لردع إسرائيل ومنعها من إشعال النيران في المنطقة. فده مهم فعلا هذا التوافق، لأن قوتين كبيرتين، لكن يتبقى الجزء الخارجي اللي هو القوى الإقليمية متمثلة في إيران، وإيران لا تريد حرب، والقوى العالمية الولايات المتحدة الأمريكية وهي للأسف متفقة مع إسرائيل. فبالتالي هذه هي الصعوبة في مرحلة بثلاث أسابيع عن الانتخابات الأمريكية. الإدارة الأمريكية الحالية يعني زي ما بقولوا مكتوفة الأيدي أو بطة عرجاء، فهنا لا تستطيع أن هي تمارس ضغوط معينة على إسرائيل حرصا على أصوات اليهودية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سعد السفير، على يعني من ناحية أخرى هناك تعزيز الاستثمارات بين مصر والسعودية، وهناك أيضا يعني دعم كامل لمصر، حيث تعتبر السعودية هي الدعم الأقوى للاقتصاد المصري في الفترة الماضية. كيف تقرأ أيضا يعني هذا التوافق في الرؤى بين مصر والسعودية في مجال تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، وأيضا الدخول في مجالات جديدة تعزز تلك العلاقة مثل المجالات الجديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات؟ تعلم أيضا بأن يعني السعودية تلقب في مصر عن البترول من خلال عملاق الطاقة العالمي شركة أرامكو، كيف تقرأ ذلك؟ يعني هو فعلا يعني التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والسعودية شهد في السنوات الأخيرة يعني ارتفاعا ملحوظا، يعني وصل في مجال الاستثمارات إلى معدل عالي، ويعني ما زال هناك في مشروعات بيتم الاتفاق عليها، مشروعات جديدة سواء في مجال الطاقة التقليدية أو مجال الطاقة المتجددة أو مشروعات أخرى إنتاجية أيضا أو مشروعات خدمية. وكان أثناء اجتماع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع رجال الأعمال السعوديين طرحوا بعض الأمور واستطاع تسويت عديد منها، وتبقى بعض الأمور البسيطة اللي هي مطالبهم، وبالتالي دي ممكن فتح المجال تسويتها أو تسويتها أثناء لقاء الزعيمين. فده أيضا تساعد على تسهيل الموافقة والاتفاق على المشروعات الجديدة، لأنها أيضا مهمة في المرحلة الحالية لزيادة الانتاج المصري وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري. التبادل التجاري ارتفع في السنتين الأخيرتين أكثر من 40%، فده أيضا زيادة الصادرات المصرية إلى السعودية، و يعني بحيث ان يبقى في توازن في الميزان التجاري بين البلدين، ويبقى في يعني كل ما تحتاجه السعوديه من سلع مصريه مع المنافسه مع السلع الاخرى. فده مجال مهم اخر، سواء السلع المصنعه او السلع الاستهلاكيه والمواد الغذائيه وغيرها. نعم، سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.
إذن تجمع القاهرة والرياض شراكات تاريخية اقتصادية استثمارية قوية، ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين القاهرة والرياض لزيادة الاستثمارات المشتركة. شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية تجمع مصر والسعودية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين القاهرة والرياض لزيادة الاستثمارات المشتركة. حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري بنسبة 100%، تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية إلى مصر. وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر نحو 30 مليار دولار. وتعد السعودية ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر، ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال إقامة مشروعات مشتركة. أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين، وذلك في المجالين التجاري والاستثماري، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار. وينعكس التقارب المصري السعودي بشكل واضح على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023. فضلاً عن هذا، فقد تم توقيع بروتوكولات لتعزيز المشاركة في المشروعات الاستثمارية. وفي المجال الزراعي ومجال الغذاء والدواء، تم الاتفاق على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين. وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفق الطرفان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات. أما في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والبتروكيماويات، وقيام مصر بتقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلاً عن التعاون العلمي الجيولوجي. أيضاً يعد مشروع الربط الكهربائي هو الأهم بين البلدين، وبدأ يدخل مراحله الأخيرة بقدرة 1500 ميجاوات، إلى أن تصل كمية الطاقة الكهربائية التي سيجري تبادلها لنحو 3 جيجاوات خلال عام 2026-2027 وفقاً للتعاقد بين الجانبين، على أن تكون سوقاً مشتركة لاستغلال فائض الطاقة الكهربائية وتبادلها بين البلدين في أوقات الأحمال المنخفضة. وبشأن التعاون في مجال السياحة والآثار، تم بحث إمكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين، ووضع أجندة للقوافل السياحية لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين، كما تم تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة لتشمل جميع أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة،
الأمر الذي أسهم في تشكيل خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الدولية، كما استقبل الرئيس السيسي ولي العهد في قصر الاتحادية حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية. وتتمتع العلاقات المصرية السعودية بالقوة والمتانة، حيث يربط البلدين تعاون استراتيجي وتنسيق مستمر. اقتصادياً، ارتفع حجم المشروعات المصرية في السعودية ليبلغ 1300 مشروع باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري بنسبة 100%، تجاوز 1.1 مليار دولار. وأيضاً تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية في مصر. وتغطيتنا مشاهدينا الكرام مستمرة على مدار الساعة. إلى اللقاء.